مراسلنا من كربلاء جاسم الهميم وكذلك من البصرة مصطفى الشمري انضمان إلينا. أبدأ معك جاسم، مرحبا بك. بعد انتهاء الزيارة الأربعينية، كيف هي الأوضاع وكيف يتم تقييم نجاح ما جرى سواء من قبل الحكومة أو من قبل الشارع؟ مرحبا بك. حقيقة الآن الأجواء داخل محافظة كربلاء تبدو مستقرة حتى هذه اللحظة، الأمور عادت كعادتها بالسابق. القوات الأمنية وبعد الانتشار الكبير داخل محافظة كربلاء الآن بدأ المنتسبون يأخذون قسطا من الراحة بعد ما كان هناك انذار كبير لهم ولجهودهم التي بذلت في تأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. أما من جانب هذه الزيارة فأكثر من 80 دولة عندما أتوا إلى محافظة كربلاء من يمثلون هذه الدول شعروا باستحسان كبير لقاء الخدمات التي قدمت لهم داخل محافظة كربلاء، فلم يخرج أي منهم من داخل هذه المحافظة إلا وكان قد حصل على ضيافته الكاملة وأيضا الترحيب به داخل محافظة كربلاء وإتمامه زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام دون أي مشاكل تذكر. الآن وبقيت الخطة التي يعني تبقت حتى هذه اللحظة اللي هي خطة بلدية كربلاء، حتى هذه اللحظة هناك آلاف من المنتسبين والمتطوعين داخل محافظة كربلاء وهم يجرون عملية تنظيف واسعة شملت مداخل محافظة كربلاء وأيضا مراكز المدينة والقرب من المراقد الدينية داخل محافظة كربلاء لجعلها تبدو كما كانت عليه في السابق. حتى الآن بلغ أكثر من 109 ألف من النفايات رفعت من داخل محافظة كربلاء منذ بدء هذه الزيارة. حقيقة هذه الأعداد الكبيرة جدا من النفايات لم نشهدها بالسنوات السابقة، حيث العام انتهت بقرابة 80 ألف طن رفعت من محافظة كربلاء، أما الآن فيعني هذه الأرقام تجاوزت الكثير خصوصا بعد ارتفاع أعداد الزائرين داخل محافظة كربلاء إلى 25 مليون زائر وصل إلى هذه المدينة بحسب التصريح الأخير للسيد محافظ كربلاء. حقيقة هذه الأرقام الكبيرة كانت هناك جهود عظيمة جدا من داخل محافظة كربلاء حتى استطاعت تلبية جميع خدمات هؤلاء الوافدين إلى محافظة كربلاء. اليوم نتكلم عن أكثر من 28 ألف نعم جاسم. موكب حسيني اشترك بتقديم هذه الخدمات للزائرين. طيب جاسم دعني أنتقل إلى مصطفى. مصطفى، كيف هي طرق البصرة التي غالبا ما يشكو المواطنون من رداءتها؟ كيف استقبلت التفويج العكسي بعد انتهاء زيارة الأربعينية، خاصة وأنها قد تكون منطقة حدودية تقل بعض الزائرين الأجانب يعني بريا وأيضا أو برا عفوا، وأيضا ما هي أحوال مطار البصرة؟ كيف استقبل أو ودع الزائرين أيضا؟ نعم زميلتي، تحية طيبة. بخصوص موضوع تفويج الزائرين العكسي، كما تعلمين أنه جميع المحافظات استنقلت كوادرها بالكامل لتفويج الزائرين، خاصة محافظة البصرة. وضعت محافظة البصرة من خلال السيد محافظ البصرة خطة تكون هذه الخطة بتفويج الزائرين العكسيا باستنفار كافة الكوادر، كافة المركبات، لأن تنقل الزائرين الأجانب إلى القادمين من منفذ الشلامشة الحدود، أن تنقلهم من مركز المدينة إلى منفذ الشلامشة الحدود. أنا الآن متواجد في مرآب البصرة الموحد، هذا المرآب الذي يعتمد عليه كافة أو تستقر في كافة المركبات القادمة من كافة المحافظات، وأغلب المركبات المتواجدة الآن في هذا المرآب هي القادمة من كربلاء المقدسة. في هذا المرآب يتم يعني استقبال جميع الزائرين القادمين من كربلاء المقدسة، إن كانوا من الجنسيات الأجنبية، إن كانوا على يعني المستوى الإيرانيين أو حتى المسافرين العراقيين. بالنتيجة اليوم جميع الجهود التي تريد إنجاح الزيارة ما بعد انتهاء الزيارة، هناك تفويج كبير جدا، استقبال لكافة الآليات، كافة القطاعات الأمنية والقطاعات الخدمية في محافظة البصرة من أجل إنجاح الزيارة. هذا من جانب الخطوط النقل البرية، وأيضا كنا ورافقناكم بخصوص موضوع آلية تفويج الزائرين من منفذ الشلامشة الحدودي، وشاهدنا الأعداد الكبيرة التي تم تفويجها وتستمر تفويج هذه الأعداد الكبيرة خاصة في منفذ الشلامشة الحدودي. أما بخصوص مطار البصرة الدولي، فهذا المطار هو يعني كما ذكرت استقبل أعداد كبيرة جدا هذا العام، وجميع هذه الزائرين الذين قدموا إلى هذا المطار من دول مختلفة. بالنتيجة اليوم انسيابية حركة الزائرين وانسيابية تفويج الزائرين كانوا على مطار
على مطار البصرة الدولة وحتى عن طريق الشرمشة الحدود الضمة هي الانسيابية عالية، ولغاية الآن لا توجد أي خروقات ولا توجد أي معرقلات خاصة بخصوص موضوع وصول الزائرين إلى 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 منفذ الشرمشة أو إلى المنافذ البرية. بالنتيجة اليوم ربما في كربلاء المقدسة حصلت هنالك الكثير من المشاكل بخصوص موضوع عدم وجود مركبات تقل الزائرين من كربلاء إلى باقي المحافظات، أما في البصرة فلغاية الآن لا يوجد أي إرباك بخصوص موضوع حركة الزائرين. المركبات المهيئة والمركبات يعني متواجدة على مدار الساعة. نعم. الآن متواجد في يعني خلفي مرآب البصرة الدولي، وهذا عفوا مرآب البصرة يعني هذا المرآب الذي ينقل كافة الزائر والمركبات متواجدة في هذا المرآب بصورة كبيرة جدا، وبالنتيجة اليوم الكل يريد خدمة الزائرين خاصة الذين قد قدموا ورجعوا من زيارة 40 عليا. نعم، نود أن نشكركما على هذه الإحاطة، مصطفى الشمري مراسل التغيير من البصرة، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لجاسم الهمي مراسل التغيير من كربلاء.